زون ميكست. باش انا من جديد في زون ميكس نبداو نحكيو فيه خاصة اليوم على قضية هلال الشاب. اكيد التاس كانت صارت المداولات والمرافعات في التاس منذ يومين تقريبا في القضية هذه. كنا شفنا بلاغ من هيئة هلال الشاب على الصفحة الرسمية للفريق في بعض الحيثيات لما دار في الجلسة هذه. حابين ناخذ اكثر تفاصيل من عند السيد توفيق المكرشي رئيس هلال الشاب. بس توفيق اهلا بك. مرحبا بك سلام ومرحبا بالمستمعين معك الكل. شنو حوالك؟ شنو الامور؟ امورنا لاباس كيما امور تشوفها في البلاد الكل. الحمد لله. باهي سي توفيق، كما قلت كنا شفنا بلاغ، حابين ناخذ من عندك اكثر تفاصيل على شنو صار في المداولات في الجلسه في التاس. لو كان تعطينا اهم ما صار فيها. والله بالنسبه للقضيه في التاس هي القضيه منتظره في التاريخ نتاعها صارت الكل. المداولات المرافعات والكل دامت حكايه 6 ساعات ولا 6 ساعات ونصف. كان موجودين المحامين متاعنا من جهة نتاع هلال الشاب، وكان المحامين متاع الفيدراسيون موجودين. كانت بطبيعة الحال بدأت بالشهادة متاع سي كمال السيد الوزير السابق في وزارة الرياضة، مشكور وبارك الله فيه، اللي هو معناها كان واقف مع قضية هلال الشاب من الأول، وحتى كي طلبناه نحن في الشهادة متاعه ما خممش، وقال مستعد باش ندي بالشهادة متاعي. وبطبيعة الحال وقت اللي كان هو وزير ما كانش ينجم باش يشهد معنا. مين نحن تفاجئنا وتنقل حتى لسويسرا قبل 3-4 أيام وقدم الشهادة متاعه، اللي هي كانت زادة مهمة ومهمة جدا، ومعناها برشا حوايج اللي احنا بينا ما كناش نعرفوهم لقيناهم موجودين. كما سمعتوا قبل كونه معناها هو إلى بري اون ديسيزيون ورئيس الحكومة مشاتش معاه، كي مازال جيتي سيربري أنا، خاطر ما تنساش كونه الفيدراسيون عملت لنا القرار نتاع 17 أكتوبر، وبعتالي خلقت لنا القرار الثاني نتاع 30 ديسمبر بعد ما كملنا احنا المستندات نتاعنا الكل باش تكمل تعد منا الجمعية فوا بورتوت. تفاجئنا كونه وقتها نهار اللي خذا القرار سي وديع مع المكتب نتاعو في الليلة برامون كلم الوزير، رغم الوزير كان مريض وقتها وكونفيني فوقتها كان مريض وكل، وقال له راهو احنا تراجعنا وراهو واخذينها تو مش تعداو بالارتيكل 15 ومش نعملوا الجلسة العامة والكل. وقال لك انا ما راني كان كبشت الوزارة لقيته كونه مش صحيح وسانكسيون جديدة وعقوبة جديدة. واحنا من المنبر هذايا معناها ماذا بيا نشكروه شكر خاص وباسمي وباسم هذه الشاب الكل، لانه احنا في وقت من الاوقات قلنا وزير وحقه خذا موقفه وحقه طبق الارتيكل 21، وهو معناها الحق. انا جيتي بريسيوني، انا علاقتي بسي كمال دقيش السيد الوزير عرفته في موضوع هلال الشابه، معناها ودي جيري نعرفه عندي يمكن 5 سنين، عرفته هو في الأشهر هذوما، ريت رجل دولة، إنسان معناها مسؤول، إنسان رجل قانون. سي توفيق، كيفاش تقرا الضغوط اللي قال عليهم السيد كمال دقيش من رئاسة الحكومة؟ تقريبا رئاسة الحكومة تدخل في قضية رياضية، شنو علاقتها بالموضوع معناها؟ رئاسة مش تدخل، هي احنا ما تنساش وضعية الشابة كانت، احنا مش أبار حال التورع بتاع البلاد، وضعية الشابة كانت فما معناها الشاب مسكر ايامات، وكانت عندنا معناها ناس كانت تجي هوني لتونس، وهو معناها حتى الجامعه استغلتها ما كانت جايه الناس لتونس، كوم كوا نحن معناها طلبنا منهم باش يجيو لهوني لتونس وكل، هذا ماهوش صحيح، على خاطر الناس معناها حست بالظلم وحست بالقهره وكل شيء. مي بارامون حتى كي تحس بالقهره وتحس بالظلم ما عندك حق باش تتكلم مع سيوديا وما عندك حق باش تعبر. ما فهمتنيش في السؤال بارامون توفيق، قلت لك الوزير في الشهاده نتاعو قال انه كان ماشي لاعاده هلال الشابه وحل المكتب الجامعي، قلت لي الوزير الرئيس لرئاسه الحكومه قلت لي ما مشيتش معاه في الحل هذا. لا هو ما قالش هكا الوزير، هو قالها وقالها في تصريح سمعتوه الناس كل، قال كوني انا اخذينا قرار في تجميد القرار بتاع الجامعه، لانه هو معناها ما طبقش القانون، قرار الجامعه قال لازم تعدى على ارتيكل 15، وخذينا قرار وبعثنا رئيس الحكومه الى يومنا هذا سون سويت، ما خذاش هو قرار بتنحيه المكتب الجامعي ولا بعفاء رئيس الجامعه ولا هذا كل، ما خذاش وما قالوش وما صرحش به، وحتى لاخر لحظه قال لك لا، قال لك انا القرار هذاك قراءتنا نحن كوزاره وكمستشارين في الوزاره، وحتى الوزيره المكلفه سوا ديزون بالوزيره توا وزيره الصدفه هذه اللي جاتنا دوكية كانت موجوده وعلى بالها بالقرار هذايا. مي الا غالب معناتها اليوم سي وديع هكا
ان شاء الله تدوم له الوزير هذه، خاطر هي من اكثر الناس اللي تدعي ربي باش حتى الوزير الجديد ما يكونش موجود غادي، لان اليوم بان بالكاشف كوني قاعد تعمل في حاجه برك تخدم في اليوم الوزاره ولات ال ديبو من الفيدراسيون، معناتها شيء طاق في الدنيا هذه. اليوم نحن كجزيره من هاره اللي شدت اليوم كل يوم نشوفها كشيف شانتي من استاد لاستاد ومن بقعه لبقعه، وهي تفرق في المليارديوات وبعد تجي في ديكلاراسيون تقول انا باش عاونت اليوم 150 مليون، يقولوا من جاتك الفلوس تقول غير جامعه عاونتني، معناتها وفات الدنيا ولا تشوفوا من غير من بعيد وبعيد. هكا عندك ماتشوات انت غدويك وبرا حكم على روحك انت، صارت شيء في العالم ما صارتش راهي قدامك انت شيء. اليوم راهو احنا عندنا وزاره مسيره من طرف وادي الجري هذا ما نغطيوش يعني شمس بالغربال. الجامعه هذا هو الجامعه طلبت عدم الاعتماد على شهاده كمال دقيش في التاس. صحيح طلبت هي من الاول قالت راهو احنا ما نعتمدوهوش واحنا ما ذكرناهوش كشاهد وما نجموش نذكروها احنا على الاول على الشاهد لانه هو وزير وعنده واجب التحفظ ومن يجي يمشي. مي واعترضت حتى في المرافعه اعترضت على شهاده السيد الوزير، مي غادي المحكمين راهو كونوا لازم يسمعوه وسمعوه، ودايور هو لا بروف ما قال حتى شيء غلط، الراجل محلف الراجل معناتها بلا نحكي لك عليه راجل دوله سي كمان، وحتى الفيدراسيون يسمعوا فيها ما فما حتى واحد فيهم نجم يناقش ولا يجاوب على الشيء اللي قالوا، لان قالوا كله صحيح وما عندوش مصلحه ومش داو يعاون في الشابه لا يعاون في الفيدراسيون، هو قال الحق وقال الصحيح. صحيح نحن في تونس وفي العالم كامل الانسان كي تبدا حتى في عركه راهو العباد تجي معك الطرف الضعيف، معناتها احنا عندنا العطف نتاع الشارع الرياضي ونتاع الناس والعباد الكل، لانه احنا جمعيه ولا غالب عندنا فوق منا السلطه الكبيره اللي هي اسمها الجامعه. نحن على الاقل المحامين نتاعنا مشكورين لكلهم سانز اكسبسيون، المرافعه نتاعهم قاعد ست ساعات يسمعوا فينا، الوغ هون ياخذوا فينا دي ديسيزيون اللي هي تجميد الفريق ولا هو تشطيب على الفريق ولا هو السانكسيون نتاع الرئيس والكاتب العام، وسمعوناش وما بعثوناش حتى شيء، معناتها تبعتك السانكسيون تحل الناس كلها على الفيسبوك تلقى انت روحك تعاقبت، تحل الفيسبوك تلقى روحك كونك تنحيت ما عادش موجود. كيفاش كانت الرياكسيون نتاع المحاكمين؟ عندكم اصداء شويه كيفاش تقبلوا مع المداولات؟ والله المداولات تقبلوا هي محكمه ما تعرفش انت محكمه مش كنت تنجم تحكم ما تنجم تحكم نحن فقط يكتفيوا بالاستماع. اي انت مش تسمعوا بيان سير هما مش يسالوا الكل، نحن شوف القضيه نتاعنا رانا نحن واثقين منها وعارفين منها، وانت ياك شفت حتى معناها رئيس الفيفا بيدو قبل القضيه نتاعنا بنهار ب 24 ساعه صرح في جريده ليكيب وقال النجم وكل شيء نعملوه في الرياضه الا باش نعاقبوا جمعيه، احنا لو كان وديع قعد يعاقب فيا من نهار ومن الصباح وبالليل انا والمسؤولين والكل مش مشكل، اما تجيب باش تعدم جمعيه بالطريقه هذه راهو لا ينجم يمشي معك حتى بشر، مهما كانت النتيجه ومهما كان غيره ما تنجمش تعدم جمعيه، ما تنجمش لانك يعني انت قاعد جمعيه اليوم شكون عدمت؟ عدمت الملاعبيه نتاعها وعدمت ناسها وعدمت الجمهور نتاعها ولي زونترونور، وشنو عملت انت؟ تو عملت لنا حاله احتقان عندك تو 8 شهر يا اخي ربي معاه، انا نقول لك ربي معاه بالحق، انا ليل 27 كان الناس كلها تدعي بيه بالشاب، احنا عندنا 40,000 واحد يدعيوا بيه بوت ويسحبوا بوديع كل يوم. قداش يا اخي شنو خرتها منها في الاخر بكل شنو؟ ولا اليوم تجيب لي زوز محامين، انت عندك زوز محامين تبارك الله معناها في تونس ما كفاكش، هذا سي واسف الجزائري سي امين موجو جايب لي معناها محامي تبارك الله حكم عليك إليا 5 ولا قداش احكم عليك، انت جبتوا اليوم سي كاميروني هذا فرنساوي وجاب لنا محامي اخر سويسري وهما يتكلموا محامين نتاع الفيدراسيون تكلموا هما ما يتفرجوا برا كانوا قاعدين يتفرجوا هما الكاتب العام يتفرجوا وموجودين وجايبين مالغريسا عنده الفلوس صحيح وعنده الامكانيات ويدفعوا دفعوا 100 ملايين للمحامين هذوما ومش مشكله، هذه ما فلوس المجموعه فلوس رؤساء الجمعيات، يعني رؤساء جمعيات مالوريزمون تو رئيس الجمعيات يظهر لي في مخاخم حاطين كونه ولات قريب مش رئيس جمعيه بيتشد الا ما يوافق عليه وديها، ما ينجمش انسان يشد جمعيه تو ما يوافق عليه وديها، وتو يخلق لهم قانون كما عمل معك الجهويات معناها الجمعيات نتاع الجهويات مرفيتها وكا جاو خلاهم معناها ملوحين لبرا حتى باش يقابلوهم ما قابلوهمش، تو يخلق لهم وتو كل جمعيه باش تشد يعين لها سي وديها كما قاعد عين تو زوز وثلاث جمعيات هو اللي عين لها رئيس. اون فاريفي راهو قريب قريب ما تحيروش وما تستاروش معناها دون دو زون دون تروا زون ربي يطول في عمره هو بيان سير الكل، توا تراو كونه ما فماش رئيس جمعيه نجم يشد في تونس الا ما يكون هو مبعوث من طرف سي وديع وهو موافق عليه سي وديع، معناتها هذا هو توا احنا ما دوا حد في تونس هذه كل اليوم ما عاد عندنا حتى بشر كان سي وديع وقوه سي وديع والجبروت نتاع سي وديع. في البلاغ اللي هبطوه سي توفيق كنت تواجهته بالشكر للسيد في تويتر رئيس اللجنه القانونيه في الترجي من ضمن الاشخاص اللي كانوا في الدفاع على فريق الشاب، علاش شويه نتاع تويتي عم الخبره يمكن اكتسبها في التاس قضيه الترجي والوداد عندها تكون دخل شجعتكم باش تعتمدوا عليه؟
والله هو الشواء هذا خاطر احنا ما عندنا لجنه قانونيه هنا، وهو سيتي ريكوموندي من عند واحد من المحامين. نحن على الاول كنا حاجتنا بالاستاذ علي عباس بصراحه، اللي هو زاد مشكور واللي هو متجند لقضيه الشابه ويعرفها، وانا بدي باتصال به. مي سي علي عنده برشا خدمه وبرشا غيره، مي زاد ما تنساش كونه القضيه نتاعنا احنا المنسق العام ولا لاهي ولا هو شادد معناها بين لي سويس وبين هوني كله، وسي محمد منو بالفرشيشي يعني وجار التحيه معناها من اكبر الدكتور بارك الله عليه ويخدم في رياض، كان موجود مع الفريق معناها كالمحامين الموجودين، تعهد بالقضيه الاولانيه. دخلنا من بعد تالي هوني اوبليجي باش دخلوا فرانسوا كارار على خاطر القضيه طالت واجراءات معناها ولات طويله وكل. مي المحامين راهو دخل اي محامي يسمع القضيه يقول لك معناتها ما تنجمش يا سام، ما تنجمش راهو تعدم جمعيه على خاطر فلوس، ما تنجمش انت معناتها اليوم جمعيات البرة قد ما عملت ما فماش، انت من ديفيزيون ناسيونال تطيحوا لديفيزيون 5 وتقولوا برا كاينك ما صرتش وكاينك ما كنتش وكاينك ما غيره، علاش انت شنو اللي عملت هي الشابه دون تو سا؟ شنو اللي صارت خطايا تعملهم لي اليوم تقول لي خاصهم غدويكا؟ تعال بالكم الناس كل كونه الخطايا نتاعنا هذوما 180 الف دينار الى يومنا هذا، معناها من سبتمبر، من 28 سبتمبر الى يومنا هذا، ونحن نعملوا في المطالب باش يعينوا لنا الاستئناف نتاعهم تو معينوهم. التو الجامعه ما لقات الوقت باش تعين لنا القضايا هذوما وتحكم فيهم في الاستئناف، لان تستنى في قضيه التاس تاع التدوينات الاولانيه. معناها كل انسان شيطانه في جيبه، مش بالطريقه هذه. معناتها اليوم راهو انت عباره مواطن بسيط يجي يتعارك مع بوليس، تصير عركه، هاك البوليس هو اللي يشد وهو اللي يحكم عليه وهو اللي يحطه في الحبس، وهو حتى كي يستأنف واللي يمشي هو يزيد يتبعه من بعد. معناتها يفو ايماجيني راهو الشيء اللي قاعد صاير اليوم الرياضه التونسيه، راهي انا تو نخرج واني خرجت وتوسكو بولي، مي راهو اليوم الرياضه التونسيه وين ماشيه؟ وين ماشيه في الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه؟ في الشيء اللي قاعدين نسوقوا فيه؟ في ماتش نتاع دربي يقعد ساعه من زمان باش يخرجوا انسان من ماتش، في ماتش معناها تشوفوا فيه غادي في باجر ما عرفتش شنو اللي صار، ماتش ويت معناتها اليوم الكوره راهو كتعاين ديزينياسيون لي زاربيتر على صابهم. انا راني باتصال بناس اللي يخدموا في الجامعه، كي نقول لك في الجامعه، في مكتب نتاع الجامعي، مكتب معناها اليوم الناس بيدهم قلقين منه سوا دير، معناتها يفو لازم يحط الامور قدامه. السيد هذا راهو ما عادش اليوم يضعف في الدوله، اليوم كي ياخذ قرار باش يلعب ماتشات غدويك راهو يضعف في الدوله، حتى لو كان انت علاقتك برئيس الحكومه وعلاقتك بالناس هيك، وحتى كان انت تحكم في وزاره اليوم الرياضه، ما تنجمش تتصرف بالطريقه هذه، ما تجيش تضعف الدوله، ما تجيش الناس اللي معناها تعاون فيك، انت ما تجيش شنو انت اقوى من الناس الكل، غدا معناها كونفينمون، نحن انا عندنا شركات وخدمه كل شيء يقف والعباد كلها ما تمشيش وما تتحركش، وانت معناها جماعه العليم وجماعه شو اسمه وعنده ماتش هذا مش تعداو بالبيوت، ما عندكش جماعه التعليم وعندك جماعه الامن وعندك الناس كلها ما يسيرش بالنسبه للكره، جيب ورقه مع عند الفيدراسيون وحوس وما تحب، شنو اخرتها معناتها؟ عندكم فكره قداش ننطق بالحكم ان شاء الله؟ والله سافاتيت دون لي جور، خاطر شوف ننطق بالحكم احنا طلبنا لو ديسبوزيتيف. اش معناه لو ديسبوزيتيف؟ معناها الحكم تاع التاس او الاحكام تاع التاس تقعد 4 شهور وخمسة شهور، احنا الحكم الاولاني اللي هو سيتي بريفي قبل اخر جامي هنا تو في اخر مي، واخرون اخر مي ونجم يوخر لجوان بطبيعه الحال هو مربوط باللو، مي تنجم تطلب ديسبوزيتيف. شنو ديسبوزيتيف؟ معناها نص الحكم، نص الحكم ما ينجمش يفوت لك جمعه جمعتين. معناتها احنا طلبنا ديسبوزيتيف لان الامور تو ولات مستعجله، لانه عندنا ملاعبيه عند مصيرهم بارك الله فيهم زاد بالمناسبه هذيا، عندنا انترينور، عندنا ناس معناها عندهم عام تو هما قاعدين. نحن اليوم حتى باش نلعب وراه ماتش مع ايكيب في الريجيونال مره فايته نلعب مع الحنشه، ضاغطين مع الحنشه باش ما يلعبوش معنا ماتش. شو ايماجيني راهو الشيء اللي تعيش فيه الشاب، لازمك تعرف الشيء الفرعون هذا اللي حطوا لنا هذا كاسكي وين مش يوصل، معناها ماتش مع ايكيب في ديفيزيون 4 وفي ديفيزيون 5 وبارك الله فيهم الناس الكل ويحب يجيونا ويحب نمشيو باش نلعبوا ماتش، معناها يكلموا رئيس الرابطه ويكلموه، معناها الناس ما تلعبش ورد بالك، شنو رد بالك ما تلعبش ماتش هذا؟ وين ماشيين احنا تو؟ وين معناها رؤساء الجمعيات قاعدين كل حد يطبل وكل حد قاعد يشوف وين مش نوصلوا احنا الشيء هذا؟ متفائل بالحكم سي توفيق؟ فما حاجه تبدلت بين قبل الجلسه المرافعات وبعد الجلسه؟ متفائل والله شوف انا متفائل، انا قلتها من نهار الاول راني انا ديما متفائل، وما وانا مؤمن بالقضيه نتاعي، مؤمن بهلال الشاب ومؤمن بانها بجمعيتي، ما عنديش انا قلتها ألف مره ومعك انت ظهر لي مره قلت راني انا كي نبدا غلط راني اعتذر، قلت انا عندي قضيه نتاع وديت منشوره في المحكمه هاي بور لو 17 معناها الجمعه الجايه، واو عاملنا فيها محامين لنا، وعاملنا فيها المحاميه اخت الوزيره معناها، وعاملنا فيها محامي زاد نتاع لي كوليس سي نعمان هذاك في لي كوليس والدنيا الكل، ورغم ذلك
هذا الكل قلنا نهارة اللوديت هذه تمشي للفيدراسيون ونطلع أنا غلط في طلبان اللوديت وتطلع حسابات الجامعة صحيحة، راني نعتذر من سوادية ونعمل له تمثال في الشاب ونعمل له اللي يحبه ونقول له يا خويا أنت الكل في تونس. مي إنسان اليوم يعمل في المساعي متاع الدنيا الكل باش هذه الحسابات متاع الجامعة ما تتمش. السيد عنده أربع قضايا في البريغاد الإيكونومي، قال لك أنا ما نمشيش. باش تعرف العباد المرة فايتة جاء تكلم مع معز في كارتاج بليس وقال ما في باريش، عنده أربع قضايا وجماعته ماشي وقال لك أنا ما نمشيش. ما أنا بالنسبة لي هو ما يمشيش، احنا كجمعية شاكين به وعباد شاكين به، هو تو مشاكله يخرج في إنسان سي محمود يخرج في ماتش ما خاطر مقدم به قضية قال راهو طبيب وياخذ في شهري وما عنده شوية من الحق. ما تنجمش مثل تحب في تونس ما تنجمش تمس وديع. اليوم وديع عنده حاجة يمتاز بها تبارك الله في تونس، كونه تونس الكل اجتمعت كوني تكره وديع الغالب لو الظلم يحبوا حد. نحن رانا ماناش اليوم رانا نتكلموا لا من مصدر قوه لا من مصدر ضعف، نجموا نخسروا القضيه، ثاني نقولها نجموا نخسرها، ما فما حتى شيء محطوط على الطاوله كونه حاجه سير، رغم معناها المحامين ورغم اللي يقولوه كل نجم، مي هذا كله بالنسبه لنا عادي، ماهيش امور خاصه، انا كجات امور خاصه بيني وبينه عادي جدا كل شيء نقبله، مي ما تعداش على البلاد كامله، شكونك انت باش تتعدى على البلاد كامله؟ وانت احمد ربي انا ندعي له ربي باش الشابه تربح والشابه ترجع في بقاتها لانه في صالحه هو. فما انسان مش يعديها له، فما انسان مش يقبل، هو يرى في باله تو صحيح معناها بالنسبه صحيح، احنا قلنا وقلتها في المنبر ونعاود المره هذه احنا كي نخسروا انا مش ما عادش حاجتي بالكره، وفاش مازال فيها هي الكره، هي حتى تو حتى باش ترجع للشامبيونات شنو نقول؟ احنا كي ما لعبناش السنه محظوظين، لانك شنو باش تلعب السنه باش دخل معك خمسه من الناس سته من الناس من الجامعه من الجمعيه نتاعك معناها باش تدخل تفرش في الماتشوات والمشاكل والدنيا ويجيك حد اخر يدخلك 40 و50 و60 واحد هاك تشوف فيها الشامبيونات كيف انا رغم صحيح ما لعبش ميرا وما تنساش كون عندي الناس كل تعود لي يوميا يكلموني في التليفونات يوميا اقرب الناس لي هو نهار اللي يتفرج في الماتش نتاع الحد اللي فات وسمع بسي كمال في المطار في الماتش وجهك حاله ويمكن تو يدوخوا كيسمع الكلام هذا لانه الناس اللي قاعدين معاه والناس اللي اقرب الناس ليه هما يطلبوا وهما يدعوا الرب باش الشابه تربح يزم يعرف الشيء هذا. واضح يعطيك الصحة. فما حاجة إضافة تحب تضيفها بخصوص الجلسة سي توفيق؟ والله الإضافة أنا مش نشكر كل ما تعاطف مع الشابة وكل إنسان معناه حس بالمظلمة متاع الشابة وبالأخص معناه أهالينا اللي موجودين في الشابة وربي معاهم والناس اللي تعيش البرة والعبيدة اللي تتحولت معناه في ثلاثة مناسبات معناه لسويسرا ومش يعاودوا يتحولوا ورا الشهر مرة أخرى بور معناه هذا كله راه وما يخدمش الرياضة في تونس وما يشرفش ولا غالب معناتها الناس هذوما ما همش مشتاق في عبيد ما وراو اسمع نجم كل إنسان تحكي معه وتلقى مع حل إلا كي تظلم الناس وتتفق الناس كلها كونك تظلمت بغض النظر أنا قلت لك معناتها اليوم ما فماش ما تنجمش أنت تجي تعمل عقوبة لشخص طول تقول له خلاص طول نحيك هو عمل الشيء هذا كل راهو غلط ودي أنا يعرف راهو راه غلط سي سي أروفير ما يغلطهاش الغلطة هذه هو تو كان ترجع له الأمور من الأول وجديد ما ينجمش يغلط حصل له هو في باله وقتها باش يغطي حكاية الشاب بحكاية بوشماوي وعنده مشاكل مع شو اسمه هو أكبر غلطة غلطها في حياته ويزمه يعترف بغلطته هذيا على الأقل ويشوف الشيء اللي قاعد يصير واليوم ما يشرفوش باش يجيب محامين بالطريقة هذيك ومعناها شنو احنا محامينك أنت قاعدين يتفرجوا كأنه في سيرك احنا على الأقل المحامين بتاعنا مشكورين تكلموا ودافعوا وحكاوا أكثر من اللي زافوكا سويس بتاعنا وتكلموا بجوارحهم وبقلوبهم وتكلموا بالواقع وبالغلبة اللي حاسينها وبارك الله فيكم ونعتذر من بعض وسائل الإعلام اللي كلموني على التصريح لأنه أنا بيدي هاني حكيت معك أنت وما عادش باش نحكي أنا إلا بعد الحكم إن شاء الله. واضح يعطيك الصحة شكرا لك توفيق المكاشف رئيس هلال الشابة على كل التفاصيل اللي تابعها بخصوص قضية هلال الشابة وجلسة المداولات اللي كانت منذ يومين في التاسع. فاصل الأخبار بعد شوية راجعين مكملين زون ميكس حتى الخمسة.